إنسان رجل أو امرأة يمثلوا الدولة التي ترسلها أو ترسلهم للدولة أخرى. السفير هو ممثل للدولة القادم منها. السفير لابد أن يكون إنسان على مستوى المسؤولية، رجل متعلم على الأقل، يبقى دارس اقتصاد وعلوم سياسية، يبقى لبسه كويس وثقافته كويسة وأخلاقه كويسة علشان يمثل الدولة اللي هو جاي منها. احنا سفراء زي ما قال بولس الرسول ان احنا سفراء، كأن الله يعرف بنا. احنا سفراء عن الله، ان يتصالح الناس مع الله عن طريق فداء المسيح. احنا سفراء عن السماء. مرة ملكة انجلترا طلبت من خادم، خادم الرب، قالت له انا عايزاك تبقى سفير عني او سفير عن المملكه المتحده. قال لها لا مش ممكن، انا سفير السماء وبعد كده ابقى سفير دوله. يعني زي انجلترا دوله عظيمه. رفض، لانه قال انا سفير المسيح او سفير السماء. كلنا سفراء في السماء يا رب العالمين. وربنا بيقول ايه في المثل ده؟ عايز يقول ايه؟ يا ابني اذهب اليوم اعمل في قرد. ده الرساله اللي بيقولها ربنا لكل واحد النهارده. في ثلاث انواع من الخدام اللي بيخدموا في قرب الله او عموما في اي مكان. اول خدمه بيسموها خدمه التسخير. التسخير يعني ايه؟ يعني واحد بيشتغل السفرة بدون أكل. دي بيسموها خدمة الإيه؟ العميل. واحد عبد زي زمان ما كان في عميل مشترك، وصاحب العبد دوت يقدر يشغله ويعمل كل حاجة، وفي الآخر العبد دوت بيشوف إذا كان عايز ياكل أو لا. التسخير. في خدمة تانية بيسموها خدمة التأجير. المسيح قال الأجير عندما يرى الذئب يترك الخراف فتتبدل، يهرب. هذا هو الأجير. حتى في خدمة أو أي شغل. مرة واحد لقى ناس بتبني كنيسة فسأل للواحد للبني أنت بتعمل إيه؟ قال له أنا ببني كنيسة وعشان آخد أجر آخر النهار. واحد تاني بتعمل إيه؟ أنا بجيب الرمل علشان أبني كنيسة وآخد أجر. واحد تالت قال لا، ده أنا إذا كنت بدي الكنيسة ده أنا بدي مكان عبادة لله عشان الناس تيجي وتعرف ربنا وتخلص من خطاياها. شفتم فرق كبير؟ اللي بيقول أنا بشتغل عشان آخد أجرة ده اسمه أجير، واللي بيقول بشتغل علشان بيت ربنا ده هو ده اللي بنسميه خدمة، مش التسخير ولا التأجير. آخر خدمة بيسميها خدمة التخيير. التخيير يعني هو مخير. هو إيه؟ أنت إيه؟ يا ابني اذهب اليوم اعمل في قلبي. ربنا بيطلب من الأبناء. ليه في ناس مننا مسيحيين ومش حاسين بأي مسؤولية لو يعمل ربنا؟ عارفين ليه؟ لأني حاسس إن هو مش ابن لله. ليه؟ يهتم ليه؟ هو مش ابن. ما يهموش ربنا عايز ايه؟ لكن ربنا بيقول ايه؟ جاء خاصته، وخاصته لم تقبل، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا ايه؟ أولاد الله. دي سلطان. مش كل مسيحي ابن لله. ابن لله يعني ايه؟ يعني تقابل مع الرب. يعني سلم حياته للمسيح. يعني تابع كل خطاياه. تجدد اصبح ابن لله او بنت لله. ابن لله ده يعني لو حد في البيت من اولادنا
يهتم بالبيت. حتى لو انت ما قلتلوش، لو لقى مثلا حاجه بتولع فيها خراب، لو لقى اي حاجه هتخسر يلحقها، لكن الفريق ما يجوش. طيب عايزين نسال مين نخدم؟ مين ما نخدم؟ نخدم مين؟ في ناس بتخدم نفسها. يعني ايه تخدم نفسها؟ يعني انا عايز اوعظ وعظه جميله جدا وفيها اشعار وفيها حكمه عشان في الناس تقول لي الله وعظتك يا قسيس كان بديهه جدا كلها فصاحه. احنا اتبسطنا من الوعظه ولا اتبسط. هي دي حكمه الانسان. يقول لك طلب الناس مجد انفسهم ثقيل، حاجه تقيله، حاجه الناس ما تحبهاش. في الناس اللي بتشكر نفسها كتير وتقول انا عملت انا عملت انا عملت معجزات، انا وعظت كام كنيسه، انا جبت المسيح ناس كتير. هنا بياخد المجد لنفسه، وهنا الناس بتتضايق من اللي بيعمل كده. من نخدم؟ نخدم الرب. احنا عايزين نبشر بيسوع مش نبقى انفسنا. مره الفصل الحبشي قابل، اسف اللي في لبس، قابل الفصل الحبشي قال له انت عمال تقرا في الكتاب، تقرا فين؟ قال له بقرا في اشعياء. قال له طيب انت فاهم اللي انت بتقراه؟ قال له افهم ازاي من غير ما حد يشتم. راح طلع الفصل الحبشي قعد جنبه وقال له تقرا فين؟ قال له كشاة وساق الى الذبح هكذا لم يفتح فاه. قال له عن مين ده؟ عن اشعياء ولا عن شخص اخر؟ قال لا عن المسيح. وحصل ما انصرش، قال له حصل وانصرف المسيح من اجل العالم. فهنا يقول لك فبدا فتح لبس فاه وابتدا من هذا الكتاب فبشره يسوع. احلى بشاره ان احنا نبشر ونتكلم عن يسوع، دي احسن بشاره. مره واحد قال لي انت لما تروح تبشر، كان خد العزائم بتاعي ومسافرين عن اول خدمه ليا في الفيوم، قال لي انت لما تروح الفيوم انت تبعد عن ايه؟ وطبعا عن يسوع. ابعد عن مين غير يسوع؟ واهم حاجه الادفنتيست. الادفنتيست يعني ايه؟ يعني مجيء اليوم. مجيء يعني ايه؟ يعني ننتظر مجيء المسيح. الثاني نمره اثنين نعد انفسنا ونعد الاخرين لمجيء المسيح. مره قلت لواحد كده قال لي انتم متكبرين، معتبرين نفسكم انتوا بس اللي بتنادوا المجيء، ما كل الكنائس بتنادي المجيء. ايوه كنائس كتير بتنادي المجيء، بس المهم احداث المجيء. في ناس بيقولوا الله الرب يسوع لما يجي على السحاب المؤمنين، لا ده بتقول حاجه تاني. احنا بنقول زي ما الكتاب بيقول لان الرب نفسه مهتم بصوت رئيس ملائكه بوك الله سافرين من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا ونحن الاحياء البخيل سنخطف جميعا معهم لملاقات الرب في لقاء. في ناس بيقولوا الخطاب ده سر، اثنين قاعدين واحد اختطف والثاني ما اختطفش يبقى ده سر. لا مش سر، علم. تظهر علامة ابن الانسان في السماء فيرسل ملائكته فيجمعون مختارين. ازاي يبقى سر؟ ده علم. احنا بننادي بالمجيء كما جاء في الكتاب المقدس. كيف نخدم؟ هقول لكم. مرة الأستاذ بتاع اللوب بتاعنا قال لنا إزاي تنجحوا في الخدمة؟ قلنا له نعمل رحلات ونعمل حفلات ونعمل نشاطات في الكنيسة. الأستاذ بتاعنا في إنسان مؤمن وروحي قال إيه؟ قال أهم حاجة في الخدمة هي إيه؟ تفتكروا هي إيه؟ أهم حاجة في الخادم هو إيه؟ الأمانة. إيه تاني؟ أيوة هو قال كده. الأهم حاجة يا جماعة تحب الأعراب، تحب الشعب. لو حبيت
بين الناس هتقدر توصل لهم بالبشارة. مرة واحد راح يكرز في بلد بين النهرين، ولما راح يكرز من كده المطلع قالوا له احنا مش فاهمين الكلام اللي بتقوله. انت قاعد في وسطنا ليه؟ انت جيت عشان تقدم لنا رسالة؟ طب يا عم الرسالة دي شكرا وصلت واحنا مش فاهمينها ومش هنفهمها. استحسن ان انت ايه؟ تاخد شنطتك وتمشي. مش قابلين الرسالة. هو برضه قاعد. وفي الآخر جه وبا انتوا سمعتوا عنه طبعا اللي هو وبا الايه؟ الكوليرا مش الكورونا. الكوليرا. فناس كتير عيب. وفي ناس خافت على نفسها وساوى البلد ومشوا. وبعدين الخالد ده قال لا انا مش همشي. مش همشي. اقعد وسط البلد علشان ارعى الناس المرضى. وابتدى يرعاهم واللي بيموت بيدفنهم. وفي الاخر هو اتصاب بالايه؟ اتصاب بايه؟ كوليرا. ومات. ودفنوه في نفس البلد. تلف الايام ويجي كارث اخر. مرسل. المرسل كان رجل قدام رجل ورا وخايف ما يتقبلش. لان البلد دي صعبه وما كانش قابل الخادم الامريكي. ولما راح قال لهم انا جاي اخدمكم. قالوا له يا سلام الخادم اللي قبلك ده عاش وسطينا ما رضاش يسيبنا وقت المرض والوباء لغايه لما اتصاب بالكوليرا ودفننا. تعال تعال شوف القبر بتاعه. ده قبر الخادم الامين المحب. ما قالناش المحبه، هو كان بيحبنا وضحى من اجلنا وعاش كده بيننا كنيسه. يا سلام. ساعات بنقول ان احنا خدمتنا بنتل كتير ونوزع كتب والناس مش عايزه تسمعنا. نقول تعالوا الكنيسه. لا 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 احنا مش هنروح الكنيسه. وبنحس ان خدمتنا مش جايبه فايده. لكن ربنا يقول كلمتي لا ترجع لترجع ايه؟ فارغه. ما ترجعش فارغه. لازم تجيب انتاج. كيف نخدم؟ نخدم بالمحبه. المسيح عمل ايه؟ قبل ما يقول للناس اتبعوني اطعم الجياع، شفى الاعرى، شفى الاعمى، طهر البرص، اقام الموتى، اخر شايفين، في الاخر قال لهم اتبعوني. وكان بعد كده سهل الناس تمشي وراه. في ناس مره قعدت مع المسيح نسيوا الاكل والشرب، قعدوا كام يوم؟ مش هتصدقوا، ثلاث ايام. ثلاث ايام قاعدين مع الرب يسوع منسيين الاكل والشرب عشان بيحبوه، عشان هو حبوه. من نخدم؟ احنا قلنا هنخدم مين؟ المسيح. مش هنخدم نفسنا، مش هنشرب نفسنا، مش هقول انا عملت، لا انا هقول للرب عمل. نمره اثنين، كيف نخدم؟ بالمحبه. مش هنخدم بالشطارة ولا بالعضلات، لا بالمحبة. النشاط كويس، تجديد النشاط كويس، لكن أهم حاجة نعمل المحبة. ثلاثة، ما نخدم بقى؟ هنخدم مين؟ في واحدة قالت أنا عايز أروح أعمل يعني إرسالية، أروح بلد بعيدة. فربنا قال لها أنت رحتي لأهل بيتك، انت رحتي لجيرانك، رحتي للناس اللي حواليك. ربنا بيقول ايه؟ فيحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. ابتدي باورشليم، البلد اللي انت فيه، البيت اللي انت فيه، الجيران، العملاء، الزباين، الناس اللي بتتعامل معاهم. مره كنا في بلد قبرص، وبعدين كنا قاعدين في الريسبشن، وبعدين واحده ست قابلت خادم وقالت له انت خادم فين؟ قال لها انا في كنيسه الادفانتست. قالت له ليه دخلت الادفانتست؟ قال لها يعني انا شفت كده
اعتقد الكنيسه دي ايه؟ قال عشان دي اول مره. قلت له بالعكس، دي ممكن تكون اخر مره، هتشوفها فين في الكنيسه تاني. ساعات كتير بنضيع الفرص وبنبصرش الجزار. ما تقولش الناس بتصبر، لا، عليك تبذل الجزار، عليك تبذل الجزار، والرب هو الذي ينمي. بعد كده عايزين نتكلم عن معطلات الخدمه. احنا قلنا سفراء على السماء، احنا ولا بنخدم بالتسخير ولا بالتاخير، لكن بالتخيير. التسخير اللي هي خدمه العبيد، احنا مش عبيد، احنا عبيد الله صح، بس احنا ابناء. خدمه التاجير مش بناخد مرتب احنا. صح، الخادم ياخد مرتب، لكن اذا كان كل اهتمامه ان ياخد مرتب، الاستاذ بتاعنا قال ده انت ممكن تنام فل الاسبوع وتروح تعمل الوعظه اللي هي اللي باينه بس في يوم السبت. التاجير ده حاجه وحشه جدا، ان انا بخدم علشان المرتب، لا طبعا. احنا بنخدم اب لينا، اب سماوي. الاجير يقول لك يرى الذئب فيهرب ويترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها. خدمه التخيير، احنا اخترنا نخدم ربنا، سواء احنا خدام معينين او احنا خدام احرار او بنسميها خدام عمانيين. من نخدم؟ نخدم الرب يسوع. الكنيسه المهلين قد اقترب منكم ملكوت السماوات. قد يعني ايه؟ يعني حاجه اكيده، قد اقترب ملكوت منكم ملكوت السماوات. دي رساله مهمه جدا، بنقول للناس يا جماعه ملكوت السماوات قرب، لازم تستعدوا. كيف نخدم؟ قلنا بنقدم يسوع المحب. مره في قديس اسمه فرانسيس الاسيسي خرج مع واحد معاه مساعد ومشوا في الشارع وفي الاسواق وبعدين رجعوا اخر النهار. فالمساعد قال له ايه؟ اخ لمان قال له احنا عملنا ايه؟ احنا اتمشينا ورجعنا، فين الخدمه؟ قال له ازاي فين الخدمه؟ احنا لما عملنا الناس بمحبه وخلينا اللي عايز يعدي قبلينا، ولو حد تاني علينا كنا بنقول له الله يسامحك، دي مش خدمه؟ لما بينا اخلاق الرب يسوع مش هي دي خدمه؟ الخدمه مش بالكلام، العمل يا جماعه. من عمل وعمل فهذا يدعى عظيما. التعليم كويس بس مع التعليم لازم يكون في عمل. قال له احنا عاملنا الناس احسن ما عملوا، احنا مش كنا بنسامح، كنا بنقدم غيرنا، كنا بنبتسم للناس، دي خدمه كبيره. كيف نخدم؟ نخدم بالمحبه. المسيح ما قالش لحد اتبعني الا لما اقدم كل حب. الكارث اللي هو مات من كل رغبته وقعد كام سنه؟ قعد 13 سنه في البلد دي، ما جابش اي حد الا لما ضحى نفسه من اجل البلد. من نخدم؟ نخدم الرب. من نخدم؟ اقصد من نخدم؟ نخدم اولا البيت، نبتدي بالبيت. عجبني الشيخ لما قال نصلي من اجل اولادنا، زي القديسه مونيكا قعدت ترنم تصلي من اجل ابنها اغسطينوس كام سنه؟ 20 سنه عمال تصلي عشان ربنا يتعامل معاه، وفعلا ربنا غيره واصبح قديس. معطلات الخدمه بقى، اول معطل انا لسه صغير، انا سني ما يناسبش ان انا اخدم، ازاي اكلم حد اول مني؟ بولس بيجاوب يقول ايه؟ لا يستهل احد بحداثتك. ما حدش يقول لك انت سنك كام، لا انا اكبر منك، انا اكبر منك بيوم، اعرف عنك بسنه. قول معلش اكثر من معلمية تعقلت اني حفظت وصايا. يعني لما تعرف وصايا الله انت بتبقى احسن من الناس اللي علمهم. اقصى من المعلميه تعقلت.
أول عهد أنا صغير لسه وأنا صغيرة، ربنا بيقول إيه لأرمية، أنا اخترتك يا أرمية قبل ما تتولد، قال له يا رب أنا ولد، أنا ولد ولا أقدر أن أتكلم، قال له لا تقل إني ولد، ما تقولش إن أنت ولد، أنا سأرسلك وأعطيك الكلمة، لا تخف من وجوههم، ما تخافش من وش الناس، حد كبير كده يكشر في وشك ويخوفك، لا لا تخف من وجوههم. ها؟ لئلا أريعك أمامه. لئلا أريعك أمامه. الجهل ساعات أقول أنا ما خدتش دواء، أنا ما درستش اللي يجيب كله لسه. في حاجات كتير مش عارفها. احنا اول ما بنفتح الزرار بتاع النور بينور بعد قد ايه؟ 5 دقايق ولا 10 دقايق؟ بينور على طول في نفس اللحظه. حتى الشمع اول ما تولعها بتنور امتى؟ ها؟ في نفس اللحظه اللي بياخد النور ما بيسكتش، ده لو خد اللي بياخد محبه ربنا ما بيخبيهاش، يقول لك احد يأخذ أي استراب ويضع تحت المكيال، مكيال يعني التجارة والاهتمام بالماديات، أو تحت السرير بمعنى إن إحنا إيه مرتاحين زي داوود. الجهل، الجهل يعني إيه؟ مش متعلمين. مفيش ولا واحد من التلاميذ قالوا يا يسوع إحنا مش متعلمين، شوف حد متعلم أحسن مننا. يقول إيه؟ لما الناس شافوا مجاهرة بطرس ويوحنا وجدوا إنهما إنسانان عديمة العلم وعام مليان مش متعلمين، إزاي بيعرفوا يعرفوا بالمعنى الحلو ده؟ عرفوهما إنهما كان مع يسوع، عرفوا إنهما كانوا مع المسيح. لا ما دام مع اللي هو يسوع هو الحكمة بحالها، ده هو منبع كل علم، اللي هو لا علمه لا يستقصى ابدا، عشان كده اتعلمه من المسيح 3 سنين ونص. الاخت ايلينا وايت كانت في مدرسه ابتدائي صغيره، بعدين حد من الطلبه طلبها خطوبه فنزل في الدم، الدكتور عالجها وقال لي تعبانه ما تقدرش تروح المدرسه، قعدت في البيت. شكر الله ان هي قعدت في البيت ما كملتش تعليمها. ليه؟ لان لما قعدت في البيت ما قدرتش تروح المدرسه. بعد كده ربنا استخدمها وابتدت تشوف رؤى وكتبت كتب كبيره جدا، لدرجه ان في ناس كانت تاخد الكتب بتاعتها ويقدموها في الدراسات العليا وبتنجح. ما كانش تعليمها بقى. ربنا حب يستخدم عدم علمها عشان يبان منه. اختار الله هذا العالم ليؤذي ليخزي الحكماء. لما بطرس يوعظ الوعظه القويه دي ويجي 3000 واحد، دي حاجه تكسب الناس العلماء الكبار. يسوع المسيح ما دخلش مدارس، كان يمشي والناس تمشي وراه، حتى عايز يقعد يتغدى مع التلاميذ الناس وراه في كل حته. قلت لكم بيقعدوا معاه للايام. والكهنه اللي هم المسؤولين اللي هم في الهيكل محدش بيروح وراهم. حاجه ثانيه احنا قلنا السن او الجهل، ثلاثه الرفض. انا لما بقول الناس على الكنيسه بيضحكوا عليا. انا لما اجي حد يقول لك يا عم مش عايز اربيها. انت خايف من الرفض؟ كلماتي التي تخرج من فمي لا ترجع الي فارغه، بل العمل ما بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما ارسلتها له. مره الاخ مودي كان بيخدم وبعدين روح قال لي النهارده الناس ما كانتش مستجيبه في الوعظه. انا لما قابلت الناس حتى ما جاتش نتيجه النهارده ما جبتش صبر. قال يا طب ما نوح بشر كام سنه؟ 120 سنه ما
كانش ولا واحد من العالم هو صاحب كام؟ مراته وثلاث ولاد وثلاث زوجات، يعني هو التاني. لكن انا نوح ما فشلش، فابتدى يتشجع منه. أربعة الاستهزاء. أنا لما أتكلم في كلام ربنا أقول لك يا أنت عامل فيها متدين فيها، أنت يا عم قديس، خدنا على جناحاتك يا رب أنت يا رب. ما تزعلش من التجارب. المهم قالوا كده، المسيح قال كده: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة من أجل مين؟ كاذبين. خلي بالك كاذبين يعني مش أنا حرام والناس تقول علي حرام، لا أنا مش حرام. بيقول عليا كافر وانا مش كافر، لا ما يهمكش. فانهم هكذا طلبوا الانبياء الذين قبلهم. هم عملوا كده مع الانبياء. هم كده دايما بيرفضوا كلمه الله. وسائل الخدمه بقى، في وسائل كنا زمان وانا صغير كنت بوزع نبص، نبص للناس. مره واحد كان بيوزع نبص والدنيا برد، قال لا النهارده برد مش هخرج. فبنته قالت له: طب هات يا بابا، هات النبص. ابتدت توزع، ابتدت توزع، وربنا استخدمها بقوه. ممكن توزع كتب، ممكن توزع اناجيل. احنا كنا بنوزع كتب صحيه وعائليه وتربويه للمسيحيين والمسلمين. الكتب دي كنا بنبيعها علشان الناس تشترك في طبع الكتب. خدمة كبيرة جدا. الأخت اللي النبي بتقول إيه؟ إذا كان هناك عمل، إذا كان هناك عمل أعظم من باقي الأعمال، طبعا مفيش عمل أحسن من التاني. خلاص؟ بس لو في عمل أحسن من غيره فسيكون الكرازة بالمطبوعات هو أحسن عمل صدق. في طرق كتيرة ممكن تكتب، في ناس تكتب رسائل في الكمبيوتر في النت، رسائل دينيه وبتجيب. في ناس بتعمل رسائل او جروبات في الواتساب، وكل يوم او كل فتره يكتب رساله. انا عندي ثلاث جروبات، جروب للكبار والشباب والناس الجداد، وبعمل فيها دروس في الكتاب المقدس. طبعا في ناس بتمشي، في ناس تستنى، في ناس مبسوطه وفي ناس لا، بس احنا علينا نقول الحق. ولا السن يمنعك، تيميساوس كان شاب صغير، خادمه النعمان كانت بنت صغيره خالص يمكن في ابتدائي، وهي كانت السبب ان نعمان يخف من جرسه ويعرف ان في نبي حقيقي اسمه اليشع يعبد الله. ما تقولش انا مش متعلم، ما تستناش لما تحفظ الكتاب. لو جالك الشعور ان انت مش متعلم وهستنى لما اقرا الكتاب مره واثنين وثلاثه لغايه ما تحفظه، دي خدعه شيطانيه. ما تخافش من الرفض، الناس هترفضك. هم رفضوا المسيح، بس برضه هيبقى في نتيجه، في صبر. ما تقولش الناس كلها هترفض، لا، في ناس هتنجح. نمرة أربعة الاستهزاء، ما تخافش أو تهتمش بالاستهزاء. لأن الاستهزاء ده إذا كان من أجل المسيح فده لي مكافأة كبيرة ليك. ربنا يساعدنا إن إحنا ما نضيعش الوقت. هل تحب إنك تكون مع المسيح ولا ضد المسيح؟ ده سؤال يعني سهل وساذج. لا، أنا أقول لك على حاجة تانية. أنت ممكن تكون بتفرق، إيه رأيك؟ أنت ممكن تكون ضد المسيح. أقول لك إزاي؟ من ليس معي فهو علي. طب أقول لا أنا مش ضد المسيح. هقول لك إزاي ضد المسيح. من لا يجمع معي فهو إيه؟ يا من لا يجمع معي فهو يفرق. إيه اللي ما يجمعش مع المسيح؟ كأنه بيفرق. لما أروح الكنيسة ما أقولش للناس تعالوا، الناس تقول ده هو بيروح كده أداء واجب. لما أقعد مع الناس ما أجيبش سيرة
المبدأ بتاعي مش عايز حتى الناس تعرف انا مبدأي ايه. اكبر علامة على انك مش معتز لعقيدتك او معرفتك، مش عايز الناس تعرف انت مسيحي، مش عايز الناس تعرف ان انت ادفنتستي. امال ازاي هتجمع للمسيح؟ انت بتفرق. ده خطورة كبيرة قوي. من لا يجمع معي فهو يفرط. ربنا يساعدنا ان احنا لو كسلنا في الماضي خلينا نبتدي ننشر، خلينا نبتدي نجمع، خلينا نبتدي نخدم. الرب بيقول ايه؟ يا ابني، اذا كنت ابن لله، يا ابني اذهب اليوم. اليوم اعمل في ايه؟ القرن. مرة واحد راح القرن جنينة عنا، كانت بتاع والده، بس الابن ده كان ايه؟ متراخي جدا. شاف العصافير بتاكل العنب ما زهقش. ياخد مصروف. ياخد مصروف من ابوه فعادي انا مالي. لقى الحيوانات دخلت وعماله تكسر في الزرع، قال وانا مالي. الاب زعل قوي، قال له ايه ده؟ انت شفت الحاجات دي وسبتها؟ انا مش عايز تخش الا الجنينه خالص. قال لي انت مش ابني اصلا. انت ابن المسيح لو انت خايف على النفوس. لو انت قلت انا ماليش دعوه، شرب الناس ما قامت ولا خلصت، يبقى انت مش ابن المسيح. راجع نفسك، مش يمكن انت مش واخد حياه ابديه؟ يمكن انت مش واخد نعمه عشان بتقول ايه؟ مش مهم الناس تعرف ربنا. مره واحد وسط الزحمه في ميدان العتبه، الاتوبيس داس على حته من جسمه لما وقع قدام الاتوبيس. في عجل كبير في الاتوبيس اسمه دبل، دبل يعني عجلتين كبار، داس على الحته دي. الناس عملت ايه؟ راح الناس ابتدت تشيل الاتوبيس علشان يرفعوه من على جسم الراجل الغلب. شفتوا الناس مهتمه ازاي بالحياه الارضيه؟ بينقذوا واحد اخ في البشريه لحسن التوبيس داس على جسمه لحسن يموت. واحنا حوالينا ناس كتير بتتساقط من غير ما يعرفوا المسيح، من غير ما يتوب ولا يأمن، واحنا بنقول احنا مالنا. انا مش قسيس. لا، القسيس ما بيبشرش، القسيس بيدرب. القسيس عمله الاساسي بيدرب. احنا كلنا خدام. هقول لك على حاجه، شيب الانجليزي مثلا بالانجليزي بيقول شيب ميك شيب. يعني ايه شيب ميك شيب؟ يعني الرعيه هي الكيب رعيه. العلم يجيب عدو. العلم يجيب عدو. انت بتعرف ناس انا ما اعرفهمش. انت بتروح اماكن انا مش بروحها. الرعيه بتجيب رعيه. ربنا يساعدنا ان احنا فعلا نستعمل وسائل جديده. وسائل الانترنت دي تخليك تكتب رسائل. لو كتبت كل يوم رساله، انا بعرف ناس بيكتبوا رساله حتى صغيره، ايه وعليها تعليق. كتبت ايه وتعليق لاصدقائك خدمه. ربنا يستخدمنا باسم كتابنا.